أهلا وسهلا بحضرتكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، موجز الصباح اللي دايما بنتابع فيه مع حضراتكم أهم الأخبار المتصدرة المشهد من أمس لليوم صباحا. خبر محزن جدا الحقيقة كان في صدارة مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانه، هو خبر وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي. منذ إعلان الخبر ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنعيه وتقديم واجب العزاء. حقيقة إنه الحالة العامة امبارح كانت إنه الناس ما كانتش مصدقة الخبر، كان عندهم أمل إنه الإعلامي الكبير وائل الإبراشي يشفى ويعود للشاشة مرة أخرى، لكن نفذ أمر الله سبحانه وتعالى وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. بعد قليل يواري أثر جثمان الإعلامي وائل الإبراشي والذي تشيع جنازته بعد صلاة الظهر بمسجد الشربيني أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية. توفي الإعلامي الكبير وائل الإبراشي بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عام. أصيب الإعلامي وائل الإبراشي نهاية العام الماضي بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك التوقيت وحتى وفاته. هي أنه كانت رحلة صعبة جدا قضاها الإعلامي الكبير وائل الإبراشي مع المرض بسبب فيروس كورونا، فيروس اللعين الذي أصابه في 24 ديسمبر في عام 2020 بعدما ظهر خلال برنامج التاسعة على فضائية الأولى المصرية. بدت عليه بعض الأعراض مثل الكحة على الهواء، ليكتشف الإصابة بعد إجراء تحليل البي سي آر ويتبين ظهور النتيجة إيجابية. ظل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي حتى يوم الخميس 28 يناير من العام 2021 مصابا بفيروس كورونا، لأن أجرى مسحة كانت هي الخامسة ليعلن بعدها تعافيه من فيروس كورونا وظهور النتيجة سلبية، ليدخل بعدها مرحلة التعافي واستعيد التنفس الطبيعي وإعلانه الخضوع لعلاج تدريجي بعد ما استعادت 90% من الرئتين العمل بكفاءة. الإعلامي الكبير وائل الإبراشي طالت فترة إصابته بالمرض الذي أثر فيه بشكل كبير حتى توفاه الله. يبدو أنه القدر لم يمنح الإعلامي الكبير وائل الإبراشي العودة مرة أخرى للشاشة، خاصة أنه أعلن أكثر من مرة أنه سيعود للشاشة من جديد إلا أنه رحل عن عالمنا بالأمس. لكن الحقيقة أننا في ظل هذه الأخبار الحزينة يمكن بنشوف ظواهر غريبة علينا إحنا كمصريين، متعارف عليه دايما إنه للموت هيبة، للموت احترام، للموت قدسية. فكرة إننا نشوف نماذج بتشمت في الموت لمجرد إنها مختلفة مع وجهة نظر الشخص المتوفى، هذا الأمر غير إنساني، هذا الأمر دخيل على الطباع المصرية الأصيلة. حقيقة إنه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كان ليه رأي وتصريح بخصوص هذا الأمر، قال فيه إننا ما زلنا في خضم هذه الجائحة، نفتقد يوما بعد يوم شخصية عامة تغادرنا أجسادهم وتسكن تراب الوطن ليشكلوا تاريخه بعد أن كانوا جزءا من تضاريسه، فعلى الراحلين السلام. تابع أيضا مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: نسأل الله موتانا الرحمة والمغفرة كما نسأله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء الشامتون في الموت الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اللهم استرنا ولا تؤاخذنا ولا تفتننا ولا تفتن بنا، ونسألك يا ربنا حسن الخاتمة. أيضا دار الإفتاء كانت أصدرت في وقت سابق تصريح أنه تعليق بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة. أضافت أيضا دار الإفتاء المصرية أنه هذا الأمر بيزيد بعدا عن كل نبل وكل فضيلة، وهي أن تشتم
في التعليق أو تشم في التعليق رائحة الشماتة وتتمنى العذاب لمن ماتوا. أوضحت أيضا دار الإفتاء أن هذا الخلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان حريصا دائما على نجاة جميع الناس من النار، وأن ليس الموت مناسبة للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار. فإن لم يعني تسعفك مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له، فلتصمت ولتعتبر ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تعين نفسك خزانا على الجنة أو النار، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. خليني أيضا أذكر حضراتكم أنه الإعلامي الكبير وائل الإبراشي كان حل ضيفا في ندوة بجريدة اليوم السابع، عبر فيها عن رؤيته للمشهد الإعلامي وكيف يرى مسيرته. قال الإبراشي نصا: لا أغضب من أي نقد، بدليل أن بعض الزملاء يستغلون شاشتهم لتوجيه الاتهامات لزمائلهم، مع ذلك أنا لم أوجه انتقادا لزميل طيلة حياتي من خلال شاشتي. قال أيضا أن أحيانا يوجه البعض إلينا شتائم، ومع ذلك لا أرد. ففكرة تحويل الشاشة إلى دكاكين لتبادل الاتهامات شيء مؤسف، ولم أقع في هذا الفخ. فصديقي هو من يهدي إلي عيوبي، والذي يسعى لإرضاء كل الناس لن ينجح. فأنا أحب سماع الانتقادات، وإلا لن نستحق أن نمتهن هذه المهنة، لأنها مهنة في أساسها هي مهنة حرية الاختلاف. فالأستاذ وحيد حامد من أكثر الذين يوجهون أو يوجهون لي انتقادات وأتقبلها. وبالمناسبة أسمع كثيرا عني لقب وائل حريقة بسبب هذه الطريقة، وهذا المصطلح يسعدني وأتقبله. أرد عليه بأننا برنامج إطفائي. أضاف أيضا خلال هذه الندوة وقال نصا: لا أدخل على الهواء بمنطق دخول حلبة الملاكمة، ولكن كل ما أسعى إليه في برنامجي هو أن أنتصر بالحوار. هذا لا يمنع أن يكون منهج الضرب القاضية مطلوبا في بعض الحوارات مع الشخصيات السلبية مثل الإرهابي، فهو من أصعب اللقاءات التي تواجهنا. الشخص الفاسد إذا استطاع أن يقنع الناس والجمهور بأنه نقي وتقي، فأكون أسهمت في الفساد، وهو انتصر في الحوار. تابع أيضا الإعلامي الكبير ربنا يرحمه وائل الإبراشي خلال حديثه في ندوة اليوم السابع، وعبر عن انتمائه وحبه لمسبيرو. قال نصا: مسبيرو جزء من وجدان كل مصري، وأنا مع الحفاظ عليه متمثلا في المبنى وفي البشر، فهو بما فيه من كنوز وأرشيف واسم عملاق يمكن أن يستعيد قوته ومجده من جديد. أتمنى من كل القوى أن تتعاون مع بعضها البعض لإنجاحه، فمسبيرو يحتاج إلى حرية أكثر من المال، وأن تلغي عند الجمهور الصورة الذهنية أنه صوت الحكومة، فهو صوت الدولة وليس الحكومة. فالحكومة أكثر المستفيدين من أن يكون مسبيرو صوت للناس كلها، وأعتقد أنه بهذه الطريقة سينجح مسبيرو. فالنجاح سيعود بشكل تراكمي ولكن بمزيد من الحرية، وأعتقد أن لديه الكثير من الكفاءات وكذلك الرؤية. يعني يمكن هذه كانت كلمات وآراء الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، حبينا نستعرضها ونتذكرها أيضا مع حضراتكم. رحم الله الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، وألهم أهله الصبر والسلوان، وتتقدم أسرة اليوم السابع بخالص العزاء لأسرته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى اللقاء.